نص استماع آداب الطريق. تستقيم المجتمعات عندما يتمسك أفرادها بالآداب العامة التي تضمن حسن تعامل الناس مع بعضهم. ولقد علمنا الإسلام السلوكات والآداب التي تقود أبناء المجتمعات إلى التقدم والرقي، ولا تقتصر هذه الآداب على موقف ما، ولكنها تشمل جميع المواقف والأماكن في المنزل أو الطريق أو غير ذلك. ولا بد أن يلتزم الإنسان باحترام آداب الطريق، لأن الطريق ليس ملكا لشخص بعينه، وإنما هو ملك للجميع. ومن أهم آداب الطريق أن يكون الإنسان متواضعا غير متكبر ولا متبختر في مشيته، لأن التكبر من الصفات التي لا يحبها الله ولا يرتاح لها الناس. ومهما على مركز الإنسان وارتفعت مكانته، فإنه ضعيف في هذا الكون الفسيح. وإذا رأى أحدنا في أثناء سيره عاجزا أو شيخا أو أعمى أو محتاجا إلى مساعدة، وجب عليه أن يقدم له العون وأن يقوم بدفع الأذى وإزالته عن الطريق إذا رآه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. ومن الآداب الأخرى الإصلاح بين الناس ومنع وقوع الشر قدر المستطاع، والالتزام بإشارات المرور وقوانين السير وعدم مخالفتها حتى لا تتعرض حياة الناس وباقي المخلوقات للخطر. وقد نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات، لأن فيها أذية للمارة وتضييقا للطريق على المسافرين. وفي نهيه صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات منع لكثير من المفاسد. لقد أصبحت ظاهرة استخدام المفرقعات وأغلاق الشوارع في مناسبات عديدة ظاهرة غريبة ومستهجنة في مجتمعاتنا، تتنافى مع الآداب العامة لحرمة الشارع، حيث يقوم بعض الناس بإغلاق الشارع والسير ببطء بسياراتهم بطريقة تتنافى وقواعد السير والذوق العام. وإن انتشار ظاهرة استخدام الألعاب النارية يثير الرعب والفوضى في الشوارع والأسواق، وبخاصة في الأماكن المزدحمة، ويؤدي إلى ترهيب الأطفال، فيسبب الألعاب النارية لهم الهلع والخوف، وتترك فيهم آثارا نفسية وجسمية سيئة. إن الالتزام بالآداب التي أمرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى الأمن والطمأنينة، مما يساعد على راحة الإنسان واستقرار المجتمع، ويصبح لدينا جيل يعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات. فالبلاد التي يلتزم أهلها الآداب تتحقق فيها النهضة والتقدم وتصبح في مقدمة الأمم. نستمع إلى نص بعنوان آداب الطريق ونجيب عن الأسئلة الآتية. 1- نذكر أهم الآداب التي يجب الالتزام بها في الطريق: التواضع ومساعدة المحتاجين وإماطة الأذى عن الطريق والصلاح بين المتخاصمين والالتزام بإشارات المرور. 2- ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وتميط الأذى عن الطريق صدقة، أي إزالة ما يعترض طريق الناس ويسبب الأذى لهم. 3- نعلل: نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات حتى لا نعيق الطريق ونلحق الأذى بالمرة، ومنعا لمفاسد قد تحدث في الجلوس في الطرقات. 4- نبين الأضرار الناجمة عن استخدام الألعاب النارية والمفرقعات: إثارة الرعب والفوضى في الشوارع والأسواق والبيوت، والتشويش على حياة الناس وبخاصة الأطفال. 5- نذكر بعض الظواهر المستهجنة التي انتشرت بشكل كبير في الطرق العامة: إغلاق الشوارع وإطلاق المفرقعات والسير غير الصحيح بالمركبات. 6- ما أهمية الالتزام بآداب الطريق؟ يؤدي الالتزام بآداب الطريق إلى انتشار الأمن والطمأنينة وإلى استقرار المجتمع وتحقيق النهضة والتقدم. 7- نبين رأينا في السلوكات الآتية.
1- أطفال يلعبون وسط الطريق ويكسرون المصابيح، تصرف خاطئ. ب- السير في المكان المحدد للمشاة، تصرف صحيح آمن. ج- اصطحاب كلاب أو حيوانات ترهب المارة، تصرف خاطئ ويتحمل صاحبه المساءلة. 4- التحدث بصوت مرتفع واستخدام ألفاظ نابية، تصرف خاطئ يؤذي الآخرين ويعكس تربية صاحبه. ه- إلقاء النفايات في الطرقات، تصرف غير حضاري وتنافى مع تعاليم ديننا. 8- كيف يؤدي الالتزام بآداب الطريق إلى استقرار المجتمع؟ يؤدي ذلك عن طريق نشوء جيل يعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات، فيؤدي إلى زوال الخلافات.